العميد بطلا يعود، العميد يعود من أجل البطولة، يعود بطلا، يعود كبيرا، يعود عميدا للأندية الإماراتية، يعود بطلا لكأس الأندية الخليجية. فجأة يا تاريخ، وصدق يا زمان، ليلى زرقاء تتوشع هذا المكان، ليلى زرقاء تعتلي هذا المكان. نعم، العميد النصراوي بطلا لكأس الأندية الخليجية. هكذا تنتهي هذه البطولة وينتهي هذا المشوار، ولكنه بالتأكيد سيكون هناك الكثير من المشاوير. اللقب يبقى إماراتيا والفرحة تبقى إماراتية، ومبروك لكل شعب الإمارات، مبروك مبروك من الأعماق مبروك. أنتقل الآن بالكلمة إلى زميلي حمد الإبراهيم لكي يستمتع بعد هذا الحوار الطويل بلقب نصراوي في أرضية الملعب. تفضل حمد، لك الكلمة. كاس الخليجي نادي، ما غير النصر نادي، هذا النصر من قده في القلب دايم وده. كاس الخليجي نادي، ما غير النصر نادي، هذا النصر من قده في القلب دايم وده. يا بالكاس يا بالكاس، هذا البطل يا بهات البطل نصراوي. كاس الخليجي نادي، هذا العميد من قده، يا العالي كاس الخليجي نادي. هذا العميد من قده، يا ويله ويله النده، يغرق في موج العالي كاس الخليجي نادي. كاس يا بالكاس نصراوي، هذا البطل يا بهاد البطل نصراوي.